فكرت كتير قبل ما اقول اللي هقوله. انا غلطت، محدش يستعجب الكلام. انا غلطت لما غرست حالي في قصه عابد وغزل، وغلطت لما افتكرت ان اللي شبهي ممكن يسيب حاله لقصص حريم، وغلطت لما ضيعت علينا شغلنا وعطلته وبطرت على القرش. احنا الشهور اللي فاتت ضيعنا علينا شغل وطلع علينا عيال جديده. النهارده بس حسيت ان اسم الخديوي خس، ما بقاش بقيت. ضيعت وقت كتير فرضت وكلام ما يلزمش، عشان كده بقول لكم يا رجاله حقكم عليا، لازم نرجع زي الاول. انا انصح ورا غزل وعابد وابراهيم وارميه ورا ظهري وهرجع سيف الخديوي. سيف الخديوي بحملته اللي يدك اي ارض رجله تحط فيها. حقكم عليها يا رجاله، ان شاء الله نرجع كل اللي كان. بس انت كده خلاص يا مينا، الكلام خلص. كفايه اللي حصل لجد عيالي اللي لحم اكتفي من خيره، اتشل وما بقاش يقدر يوصل بطوله، ما بقتش استعمل بصة عيالي ليا. أنا غلطت وبعترف إني غلطان. أنا العقل يا خديوي، أنا العقل يا كبير. بس يا ريت بس تثبت على كده، ما تقومش الصبح وغير كلامك. أنا كده كده معاك يا كبير، واللي هتأمر بيه هيتنفذ وهيتم. طمن حمزة، كلامي مش هرجع فيه. قولي لي عايزاها يحصل فيها ايه واعتبريه حصل. عايزه وشها يتشوه، اللي هيعرف يشوه لي وش غزل لي مني 200,000 جنيه. المهم ليكي حد في السجن؟ يوه كتير، 100 واحده ممكن تعمل اللي انت عاوزاه. ده اسهل حاجه، حضري انت فلوسك. انا جاهزه، اشربي الشاي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.